الناس وجودها قدامك بيديكي اندماج اكتر، ولا لما بتمثلي في البروفات بتحس انك انت تبقي مندمجه اكتر؟ طبعا الناس وجودها بيديني يعني اندماج اكتر، وخصوصا اذا كنت حاسه الجمهور متجاوب معايا فببقى مندمجه اكتر. طبعا رغم ان يعني الفنانات دايما في اثناء التصوير في السينما ما يحبوش يبقى فيه غرباء في البلاتو اثناء التصوير، يعني وجود الجمهور احيانا بيسبب نوع من التوتر للفنان، ده ما يبقاش موجود الاحساس ده في المسرح. لا طبعا، لانه انت لما بتبقى في البلاتو ما بيبقاش واحد دافع تذكره وجاي عشان دول يا بيجوا يتنقوروا لو كانوا زملاء، او يجوا يشوفوا الفيلم يشموا خبره ده عامل ايه، حاجات زي كده. انما لما يجي واحد دافع فلوس او واحد فنان زميلي وجاي عشان يتفرج عليا بيبقى لها تقدير تاني خالص. يعني الزملاء لما يدخلوا الاستوديو اثناء التصوير ساعات مش كلهم يعني. طبعا مش كلهم انما في منهم معروفين يعني كمان يخشوا كده يلسنوا يعملوا حاجه يعني، ولو ان انا ماليش في السينما قوي انما انا بشوف من كده يعني ببقى حاسه من الممثلات اللي ببقى معاهم انه بي ناس بتغير، ما حدش بيغير مني انا معرفش ليه، انما اللي معاهم انا بشتغل دايما تقولك ايوه هي جايه لي علشان ما اعرفش تعمل ايه، ايوه عشان تقعد تقول ايه حاجات كده يعني.